تراقب الأطراف اللبنانية التصعيد على جبهة الجنوب مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القرى والبلدات، وسط تخوف من إمكانية توسيع رقعة الاعتداءات والعمليات العسكرية داخل العمق اللبناني، وبعد ذلك بعد الضربات التي تعرض لها الاحتلال. إلا أن حماوة الجبهة لا تنعكس على ملفات والاستحقاقات السياسية في الداخل اللبناني، وغالبية الوزراء يحتفلون بالميلاد ورأس السنة خارج لبنان بانتظار الحراك المنتظر لرئيس مجلس نواب نبيه بري في الملف الرئاسي مع انطلاقة العام الجديد. هذا وقد أفادت مصادر متابعة أن مسعى الرئيس بري قائم منذ مدة، وهو يتجدد كلما شعر رئيس المجلس بإمكانية الحل، ولكن لا جدول أو مواعيد في هذا الإطار. مضيفة أن جهود الخماسية لا تزال قائمة أيضا، وفي جعبتها مساع تستأنفها مع العام الجديد، وضمنها ربما زيارة للمبعوث القطري إلى بيروت مجددا. وفي وقت تتجه فيه كل الأنظار إلى الجنوب اللبناني، دعا النائب هاني قبيسي جميع اللبنانيين إلى التوحد حول ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة. وخلال احتفال تأبيني في بلدة ميفدون، قال قبيسي إن مجلس النواب أنقذ المؤسسة العسكرية، وعلى الجميع أن يعطي الأولوية لمصلحة البلد. المطلوب تضامن داخلي، المطلوب وحدة موقف داخلية، المطلوب أن نحمي الوطن، لا أن نعرض الجيش اللبناني للخطر ولا مؤسسات الدولة للخطر. ولولا المجلس النيابي لما أنقذ الجيش اللبناني بالأمس القريب وجرد لقائده، لأنه لا يمكن لجيش أن يسير بدون قائد أو بدون رئيس أركان. مع الأسف ترى البعض يقارع لأجل مصلحته وحزبه وينسى مصير الناس والبلد واقتصاده ومعاناة الإنسان فيه، سعيا لمكسب شخصي يحقق فيه حسب قوله انتصارا لحزبه أو لطائفته. الشيخ صادق النابلسي يرد على الأصوات التي تعبت من جبهة الجنوب وتتساءل عن جدوى الحرب، وبالقول أن حزب الله يمسك بعقدة الأمن الإسرائيلي ويراقب مجريات الأحداث من غزة إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية. ونحن بنعرف أنه هذا الشكل من الإسناد في هذا الضرب بالذات هو دقيق، و يعني يؤمن الحاجة الفلسطينية ويؤمن الحاجة اللبنانية على مستوى الردع وعدم توغل الإسرائيلي في هذه الحرب إلى أكثر من ذلك. نحن بنعرف وبنعرف الحسابات مظبوط، يعني من يجلس في غرفة العمليات وصاحب القرار الأكبر عم يعمل الحسابات بدقة عالية جدا ويقدر متى يرفع من مستوى التصعيد أو لا يرفع. اليوم اللي عم بيقولوا بعض إنه طيب شو عملنا في 70-80 ألف مستوطن هني خارج هذه المنطقة، سننتظر قليلا مجريات المعارك في غزة وبناء عليه سيبنى على الشيء إن شاء الله مقتضى. بس بالتالي عم تقول بمجرد في حال توسع الحرب إلى لبنان نحن نتحدث عن اشتعال المنطقة بأكمله. تقديري الأكبر، الاحتمال الأكبر الأكثر معقولية أن لا تبقى الحرب على لبنان فقط. هذه المرة إن شن العدو الإسرائيلي حرب على لبنان سيتحرك كل محور المقاومة دفعة واحدة. ومن برنامج هنا بيروت، كشف الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي عن مرونة وتقدم في المواقف بشأن التوجه الذي يقوده النائب السابق وليد جملاط ويهدف إلى تعيين رئيسا للأركان، نافيا من جهة أخرى أن يكون تراجع الفرنسيين عن ترشيح رئيس تيار المرد سليمان الفرنجي قد أضعف ترشحه للرئاسة. المعلومات تقول أن هناك تقدما، لا سيما أنه هذا الموضوع ما بقى يعمل حساسية كتير كبيرة بعد تعيين قائد للجيش، ولا سيما أنه سابقا كان وليد جملاط ما كتير متحمس خوفا من حصول فراغ بسدة قيادة الجيش واتهامه بأنه حضر بديلا، وموقف المردة مرن من هذا الموضوع، وبعتقد أنه يعني الرئيس مئاتي اشتراطه الأساسي اللي له عليه أبي تغطية بكركي لمثل هذا الطرح حقق فيه تقدم. أنا بدي خالف كل اللي عم ينحكى، لأنه في حدا عم بيقول بعد تراجع الموقف الفرنسي عن دعم سليمان فرنجية أصبح المرشح الأضعف. بالمسار السياسي القائم حاليا على مستوى المنطقة سليمان فرنجية هو المرشح الأقوى. سليمان فرنجية هو المرشح الأقوى. جاي الأسابيع القادمة ومنشوف كيف.